مشاهدينا أبدأ مباشرة مع أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية الدكتور محمد رأفت. دكتور بعد التحية، كيف تابعت مشاهد اليوم الأول وهل كانت متوقعة برأيك؟ حياكم الله يا فندم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيعني خير ما يقال في مثل هذا الأمر المثل اللي كل شعب مصر عارفه، المثل العربي اللي كلنا بنقوله: من قدم السبت لقى الحد قدامه. فيعني ماذا أعددتم أو ماذا أعدت الوزارة من تخطيط مسبق لمثل هذه السلبيات التي تتكرر كل عام وعلى مدار سنوات كثيرة مضت؟ مش مثلا العام اللي فات واللي قبله واللي قبله، لا، ده هي على طول كأنه يعني عرض مستمر، وكأن الوزارة تريد أن يدمن الناس مثل هذا التخبط وهذه الصورة القميئة السيئة للواقع التعليمي ولهذه الظهور، وتلون صورة المستقبل للأبناء في عين الآباء بلون أسود والعياذ بالله، أو بلون لا ملامح له. وكأن الوزارة والمخططين لاستقرار العملية التعليمية بأدواتها يقدمون هذه الصورة باستمرار حتى يصيبوا الآباء بتلوث صورة المستقبل. فلو أنت قدمت السبت كنت لقيت الحد قدامك، كل هذه السلبيات كانت مرصودة من قبل ومعروفة ومدققة. ماذا أعددت لها في شهور الصيف؟ ماذا بذلت لها من مجهود؟ وماذا قدمت لها من إمكانيات حتى وإن كانت بسيطة حتى يمكن تلافي مثل هذه الأمور؟ فلو قدم السبت من تخطيط وحسن إعداد وإخلاص لوجد صورة غير ما نشف منها لها. نعم دكتور. دعني الآن أتحول إلى دكتور ياسر حسنين. دكتور، لكن من الممكن أن يرد على الدكتور رأفت أحد بالقول أن المشهد مرتبك بحكم أن هناك جائحة كورونا، وهي حدث عالمي وفيروس متفشي عالميا، وكان هناك توقف في أغلب البلدان في العالم للعملية التعليمية وجها لوجه، وبالتالي العودة يمكن أن يصاحبها جزء من الارتباك والتخبط. ما المشكلة في ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وتحية لضيفك الكريم والمشاهديك الكرام ولقناتك المحترمة. الحقيقة يعني المشهد يعني مهما تم تقديم المبررات على ألسنة أبواق النظام، المسألة حقيقة تعكس أمرا آخر. وأنا أتفق مع الدكتور محمد، المقدمات تعكس النتائج، والنتائج حقيقة مزرية جدا. المقدمات أسوأ ما تكون. ماذا يعني يمثل التعليم في عقلية النظام؟ أولا من حيث الفلسفة، ومن حيث التخطيط الاستراتيجي، ومن حيث تلافي المشكلات والعمل على يعني تقليلها إن لم يكن تلاشيها على الوجه الأصح والأكمل. المسألة أخطر من هذا. المسألة حقيقة أن عقلية النظام ينظر إلى التعليم في الموازنة نظرة قمة في الإهمال. الحقيقة أنا بقول أن الأسرة المصرية ليس لها أي وزن، والشعب ليس له أي وزن في عقلية النظام. النظام كل دول العالم، الضرائب الباهظة التي يعني يدفعها المواطن من دمه ومن عرقه وكده، الأصل أن تنعكس في خدمة تعليمية محترمة لأبنائه. لكن للأسف الشديد نجد هذه الحالة التي تعكس حقيقة عدم ترتيب أولويات ابتداءً أهمية التعليم في عقلية النظام، فهو يأتي أصلا يعني في أخريات اهتمامات هذا النظام. المخصصات سواء في الموازنة أو في تخطيطا أو في الإقرار في الميزانية، ماذا يعني التعليم عند هذا النظام؟ الحقيقة كل هذه التساؤلات، نعم، تساؤلات تعكس أن حالة الفوضى ليست حالة ارتباك، إنما هي جزء أصيل من ممارسات وسياسات هذا النظام في نظرته الشاملة للتعليم، سواء في المدارس. المدارس متهالكة. أنا بتعجب لما بسمع أهلي وأحبابي في جموع ويعني أركان الشعب المصري في كل مكان يتحدثون أن هناك المدارس ليست بها دورة مياه صحيحة
سليمه جاهزه للاستعمال. نعم. المدارس ليس بها مياه، هذا امر عجيب جدا حقيقه. الكثافات التي تصل الى 80 طالب في الفصل، فاي اين النظام؟ اين مسؤولياته؟ طيب دكتور، وصلت هذه النقطة دكتور، وأود التنويه بأننا حاولنا استضافة أحد المسؤولين عن المسؤولين في وزارة التربية والتعليم في مصر أو المتحدثين باسمها، وأيضا تواصلنا مع عدد من نواب مجلس الشعب، ولكن مع الأسف الشديد لم يقبلوا بالظهور معنا، وجب التنويه. أعود مرة أخرى دكتور رأفت. دكتور رأفت، تحدثت عن سلبيات مكررة، ولكن نفس السؤال، ما المفترض أن يكون، خاصة وأن لدينا حالة تحديدا متعلقة بجائحة كورونا وعودة بعد توقف، ويمكن أن يتوقع أن يكون هناك ارتباك في الأيام الأولى، ما المشكلة في ذلك؟ أنه أحسن الإعداد والتخطيط، ما كانش هيكون هذه الصورة السيئة موجودة. هتقول لي إزاي؟ احنا بنقول في جائحة كورونا موجودة، مش الجائحة دي كانت السنة اللي فاتت موجودة، وكان الطلبة مش موجودين في المدارس وادينا لهم أجازات وبدأوا يروحوا الامتحانات ورتبنا الامتحانات كويس جدا، اصبح عندك مسافه 3 اشهر موجودين اجازه، انت كنت بتعمل فيهم ايه؟ دي واحده، اللي هم المسؤولين في المدارس، كنت بتعمل ايه في المدارس؟ المسؤولين عن التدابير الصحيه، اين هم علشان يجهزوا التدابير اللازمه لبدايه العام الدراسي؟ دي واحده. الجزئيه الثالثه، الناس اللي هم دورهم التوعيه الثقافيه من خلال الإعلام ومن خلال الوسائل الأخرى لأولياء الأمور وللطلاب، عملتوا إيه؟ أنتوا رحتوا اديتوا الطلبة إيه في البيت علشان يبقى معاه نموذج صغير أو معاه شوية إرشادات جميلة الولد عمال يحفظها في الأجازة علشان يدخل بيها المدرسة ويبقى مبسوط وهو داخل، حيث يبقى فيه تطابق وتوافق ما بين اللي موجودين في المدرسة بيجهزوا له الوضع بتاعه وبين اللي موجودين في البيت. فين التوعية بتاعت أولياء الأمور؟ دي واحد، دي ثالثة، رابعة، فين التوعية بتاعت السادة المدرسين والإداريين في المدرسة؟ إذا كنا بنقول إن الجائحة هي اللي عملت حاجة زي كده علشان تقدر تمرمهم على إن هم يستقبلوا الطلبة استقبال جيد جدا في أول العام. يبقى إذن هنا المشكلة مشكلتك أنت يلي قاعد علشان بترتب لي حسن سير العملية التعليمية مع بداية عام دراسي، أنت محدد الميعاد بتاعه بقالك شهر وشهرين قبل من أجازة، فماذا كنت تصنع فيها؟ يبقى إذن هي القضية قضية تانية، إن لا. إحنا اعتدنا واستمرأنا الكسل والتخاذل والقعود، دي واحدة، واحتقار هذا الإنسان سواء كان طالب وأولياء أمور الطلاب. لا. وبالتالي يبقى إحنا معناها بنقول إيه؟ مش عايزين تعليم، ويعني ملعون أبو التعليم واللي بيبصوا للتعليم، هذا هو منطق. نعم. السياسة التي تخطط للتعليم. نعم. أعود إلى الدكتور ياسر حسنين. دكتور، كيف وجدت هذه الآراء؟ الحقيقة المواطن المصري يرى بأم عينه حقيقة الأشياء دون رتوش، يشاهد المشهد ليس على شاشات التلفزيون النظام ويعني أزرع الإعلامية التي تصور الحالة على أنها حالة يعني مثالية. نحن أمام مشكلة حقيقية بالفعل، مدارس متهالكة، مرافق متعبة ومجهدة إن لم تكن غير موجودة، أساس غير جاهز لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة. الحقيقة يعني قمة الإهمال. أنا بقول إن أي دولة محترمة بتجتزئ في ميزانياتها وبتعطي ميزانية التعليم حقها، وفي المقابل هذا الشعب دافع ضرائب المفروض يجد خدمة تعليمية محترمة. العجز الصارخ، وطبعا ده استجابة لما هو معروف يعني استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، فالمدرسين اللي بيخرج على المعاش ما بيتعينش حد بداله. الأعداد عندنا عجز صارخ، قرابة 60,000 معلم، وطريقة الحل والعلاج حقيقة كما جاء في القرارات مضحكة للغاية يعني. التطوع الهزيل. نعم. الغير مأمون ولا مقبول. والأمر الآخر أن المواجهين، قرارات المواجهين عندما يزور، وده اختصاصه عمل فني توجيهي، لا ده ممكن الاستعانة بالمواجهين والمدراء
لسد العجز في المدارس. ده امر حقيقه يعني لا اقول ان هو حاله تخبط بقدر ما هو جريمه مكتمله الاركان من النظام في وقت حقيقه يعاني فيه الشعب الكثير والكثير. نعم دعنا نتحول الى دكتور رأفت. دكتور حسنين، دكتور رأفت، الحديث عن تكدس الطلاب وطلب العديد من المدارس للمقاعد وفق ما ذكرته الأنباء الواردة من وزارة التربية والتعليم، وما شاهدنا في التقرير الآن المصور، البعض يتحدث عن 75 طالب، وبعض تحدث عن 52 طالب، وأيضا هناك من تحدث عن 25 طالب، أليست مسألة تقدير الأعداد هي من أبجديات الاستعداد للعام الدراسي؟ طبعا لتقدير الأعداد من الأبجديات، وهي دي الأصل في عمل الإدارة المدرسية اللي موجودة، وعلى أساسها بيتم تخطيط الجدول المدرسي، وعلى أساسها بيتم تقدير كميات الكتب اللي هتيجي للمدرسة، وعلى أساسها بيتم تقدير بعض الأدوات والوسائل التعليمية اللي هتيجي للمدرسة. فأنت قاعد كمدير مدرسة وكطاقم إداري داخل المدرسة، وطاقم إداري موجود في الإدارة التعليمية اللي هي تحت حوزتها عديد من المدارس في هذه الدائرة، ماذا كنتم تصنعون طوال الثلاثة أشهر الماضية؟ هنرجع تاني نقول كورونا. الطاقم الإداري اللي موجود ليس كله مسؤولا عن عملية التخطيط وإعداد المدارس، ده هي مجموعة يعني محددة يمكنها أن تقوم بهذا الأمر بشكل جيد ومحكم. وزي ما بقول لحضرتك، مع هذا الإعداد الجيد داخل المدرسة للأعداد اللي هتجيلهم، مع تواصل جيد مع أولياء الأمور المفقود والذي نتحاكى به فقط نظريا، المشاركة الأسرية بين المدرسة وأولياء الأمور غير موجودة، فلو أن هذا موجود كان يمكن تلافي مثل هذه الأمور. واقتراحات الناس حضرتك يعني حاجات في منتهى العظمة، أولياء الأمور اللي احنا بنهملهم وبنجعلهم خلفنا دائما كمسؤولين عن التربية والتعليم، ناس بتقول كان ممكن يبدأ بالإعداد الأول وبعدها بثلاث أيام الابتدائي وبعدها بثلاث أيام الثانوي، كلام غاية في الوجاهة. فما بالك كمان لو إن هذه الوزارة معها مستشارين يقرؤون كل اقتراحات أولياء الأمور من البداية، لكان الشأن أفضل وكانت الصورة أكثر إشراقا بدل من هذا الإظلام اللي الناس بتشوفه، والعياذ بالله.